السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيديو النهاردة يعني بينقسم لشقين، وأرجو أن حضرتك أو حضرتك تكملوا الفيديو للآخر. أنا مش عايز أطول عليكم بس الموضوع مهم. أول شق فيهم وهو يتعلق بتطبيقات زيادة المشاهدات والمشتركين، أمثال تيوب ماين وتشانل وصف وسب وخلافه. انا هوريكم جزء عملي في اخر الفيديو ازاي ان انت تقدر تقتنع تماما ان التطبيقات دي فاشلة، لان التطبيقات دي اصلا ما قدرتش تحمي نفسها. وانا هثبت لك بالدليل العملي في الفيديو ده في اخر الفيديو ان التطبيقات دي فاشلة، وما ينفعش ان حضرتك تبني نجاح قناتك او فيديوهاتك على تطبيقات فاشلة. زي ما قلت حضرتك تمام كده، ان انت عايز معلومة صادقة، معلومة صحيحة قانونية تمشي عليها عشان تقدر تحقق ساعات المشاهدة والالف مشترك. الحاجة التانية، الشق التاني، وهو ان انا رافع مجموعة فيديوهات على القناة متعلقة بمتصفح اليوسي تيربو، متعلقة بالدوك دوك جو، واخر فيديو موجود على القناة اللي هو باستخدام موقع بيكسي لنشر فيديوهاتك على مواقع التواصل الاجتماعي. هي دي الطريقة اللي انت لازم تمشي عليها. الثلاث حاجات دول او اي شيء شبيه ليهم يكون قانوني. ان انت موقع بيكسي هيساعدك ان انت ترفع فيديوهاتك على مواقع التواصل الاجتماعي وتقدر تحقق مشاهدات وتجيب مشتركين من اصدقائك المقربين على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوسي تيربو اللي كان بيقول لك ان هو بيعمل باكتر من نافذه، لا، انا قلت لك بيعمل بنافذه واحده فقط. وتغلبت لك على المشكله دي ان انا عملت لك منه استنساخ، وان انت ممكن تعمل يوسي تيربو واحد واثنين وثلاث وهتقدر تحقق ساعات المشاهده. وبالدليل انا عملت الفيديو بالدليل قدام حضرتك، وممكن حضرتك تجرب الكلام ده، ولو غلط ارجع على الفيديوهات وقول لي كلامك غلط. متصفح الدكتور جو برضو نفس الطريقه، هيحقق معاك ساعات المشاهدة. اي تطبيقات او اي برامج خلاف اللي انا قلته ده ابتعد عنها. الشق الثاني اللي هو الشق العملي، ان انا هوري لك ان تطبيقات زيادة المشاهدات والاشتراكات فاشلة. فما ينفعش ان انت تبني نجاح قناتك اصلا على تطبيقات فاشلة. اكيد انت قلت لي طبعا لا، وانا هوري لك في الشرح العملي على طول دلوقتي ازاي ان انت بالدليل بطريقتين تقدر تضحك على التطبيقات دي، وهعرفك ان التطبيقات دي فاشلة عشان تبتعد عنها وما تضرش قناتك. يلا بينا على الشرح العملي ونرجع مع بعض تاني. اتفضل. يلا بينا شباب نشوف احنا هنتعامل مع تطبيقات زيادة المشاهدات والمشتركين، ومن خلال الفيديو العمل القصير ده هتعرف ان التطبيقات دي فاشلة وما ينفعش ان انت تعتمد على نجاح قناتك عليه. دلوقتي هنروح لتطبيق انا حملته من تطبيقات زيادة المشاهدات والمشتركين اللي هو يو تشانل اللي قدام حضراتكم ده. ده شبيه بتيوب ماين وصف وصب وخلافه. جميع التطبيقات دي بتعمل بنفس الطريقة، ان انت بتجمع عملات، ومن خلال العملات دي بتقدر بعد كده ان انت تشتري او تجيب مشاهدات او لايكات على الفيديوهات بتاعتك او مشتركين. هنفتح التطبيق. انا اسف. ده تطبيق اليوت شانل، هيفتح كده قدام حضراتكم. انا هروح على سبسكرايب، تمام، واقول له سبسكرايب على الفيديو ده، ان انا اشترك على الفيديو ده. الفيديو ده مدته طويلة، انا هخرج منه.
كل شيء أزر. شوفوا فيديو تاني، ناخدوا الفيديو ده ونضغط على سبسكرايب. هو حديني 240 عملة مقابل ان انت هتشاهد يعني 90 ثانية وتعمل اشتراك ولايك على الفيديو. انا هوريك حاجتين، انا ولا هعمل اشتراك ولا حاجة، او بمعنى صح اول مرة هعمل اشتراك وحلقي. سوزوكي اكسس 125 اس 4 موديل توب اند فيريانت with disc brake. هعمل اشتراك وحلغيه، وفي نفس الوقت هعمل لايك على الفيديو وحلغيه، وهاخد ال 240 عملة دول ايضا. وفي دليل تاني برضو هوريكو فشل التطبيقات دي ازاي. عشان كده ما ينفعش ان انت تبني نجاح قناتك وفيديوهاتك على تطبيقات فشلة. عشان مضطر استنى معاكم عشان كل حاجة تبقى قصادكم. هو بيعد دلوقتي فاضل 30 ثانية. برضو اللي معرفش التطبيقات دي بتقوم على ان اما بتشاهد او ان انت بتشترك في قنوات وبتاخد عملات. العملات دي بعد كده انت بتجيب مشاهدات ومشتركين لفيديوهات. كده فاضل 7 ثواني. خلاص هو هنا بيقول لي اشترك ولايك على الفيديو. انا هعمل اشتراك وهعمل لايك وهلغي اللايك وهلغي الاشتراك. تمام. وبيقول لي ريتيرن اب، ارجع للتطبيق. هرجع على التطبيق. بس شباب قال لي ريسيفد 240 كوين، اداني برضو العملة مع اني ولا اشتركت ولا عملت اعجاب بالفيديو. هنروح لحاجة تانية عشان اثبت لك فشل التطبيقات دي بيها. على نفس التطبيق برضه هنشتغل. هندخل على اليوتيوب. ده الصفحة الرئيسية بتاعت حضرتك او حضرتك على اليوتيوب. هتيجي على صورة الصفحة القناة بتاعت حضرتك وهتضغط عليها. وهتختار تفعيل وضع التصفح المتخفي. هتضغط عليه. كده هتلاحظ ان الصورة بتاعت القناة بتاعت حضرتك اتغيرت. وبقت اللي هو الشخص اللي لابس طاقية ونضارة كده. نخرج من اليوتيوب. ونروح على تطبيق اليوتيوب شانل تاني. كده انت في وضع التصفح او المتصفح المتخفي. هيفتح معانا تطبيق اليوت شانل زي ما هو قدام حضراتكم كده. لاحظ احنا معانا فوق 426 عملة. هنيجي نقول له سي اذر قناة تانية. نضغط على سبسكرايب. قناة تانية عشان الوقت. سبسكرايب. دي 60 ثانية وهيدي لك 210 كوين. التطبيقات دي بتدخلك على يعني شاشة اليوتيوب نفسها. تمام. وحتى انا لسه النت ما دخليش على اليوتيوب.
ومع ذلك عمال بيعد برضو الثواني. يعني انا بوريكم فشل التطبيقات دي ازاي. يعني هو بيقول لي تم ايقاف وضع التصفح المتخفي بسبب انعدام نشاطك عليه، مفيش مشاكل. انا هوريك دلوقتي ان انت هتاخد ال 210 عملة دول من غير ما تشترك ومن غير ما تعمل اعجاب ولا حاجة. فاضل 18 ثانية. عشر ثواني. خلاص انا ولا هعمل اشتراك ولا هعمل لايك ولا حاجة، وهضغط على ريتيرن اب يعني رجوع للتطبيق واشوفه هيعمل معايا ايه. اداني ال 210 كوين ايضا، اصبح دلوقتي 636 عملة معاك تقدر انت بعد كده تعمل بيهم حملة على اي فيديو من فيديوهاتك. اللي انا وريته لكم ده انا عايز اوصلكم حاجة صغيرة، وهي ان انت ما تبنيش نجاح قناتك وفيديوهاتك على تطبيقات فاشلة. تطبيقات فاشلة. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من الفيديو ده. انا حبيت ببيان عملي اوريكم طريقتين ان انت تتحايل على التطبيقات الفاشلة دي عشان ما تعتمدش عليها لنجاح قناتك. تحياتي، تفضل. اتمنى اكون قدرت اوصل لكم معلومة مفيدة في الفيديو ده. اشتغلوا على اللي انا قلت لكم عليه على اليوسي تيربو، اعمل منه استنساخ بواسطة الووتر، برنامج الووتر كلون. اشتغل على موقع بيكسي لنشر فيديوهاتك على مواقع التواصل الاجتماعي. ابتعد عن تطبيقات زيادة المشاهدات والمشتركين. وانا وريت لكم فشل التطبيقات دي اللي مش ممكن طبعا ان حضرتك او حضرتك هتبني نجاح قناتك على تطبيقات فاشلة. ارجو تكونوا استفدتم من الموضوع والفيديو. تعليقاتكم دعم لينا، اعجابكم بالفيديو فخر لينا، اشتراككم بالقناة عظيم تقديرنا لشخصكم الكريم جميعا. تمنياتي لحضراتكم جميعا بالتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.